طيب، في خبر آخر مهم من النيابة العامة، حيث أكدت إن أعضائها أجروا تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين في ارتكابهم جناية قتل المجني علي محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأحد أن أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوة بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات. وأوضح البيان أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة. وأكد البيان تطابق جميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات، وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يدار خصم من خصوم الدعوة، وتلك الإجراءات هي من النظام العام فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات. وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوة، فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقا لأحكام القانون. وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوة ممثلة عن المجتمع، لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك.